السلام عليكم البنات، انا اليوم باغا نصايب معكم واحد الماكياج خفيف وبسيط، وفي نفس الوقت غادي نمسح وجهي. اجي نوريكم الطريقه. بسم الله، كما كتشوفوا انا شعر بدا كيكبر ليا. انتم عارفين انني كنت دايره الزيرو، يعني حسنت الواحد. المهم الشعر بدا تيكبر صراحه، خصني نبقى نتهلا في راسي حيت هملت راسي بزاف. وانتم كنتو تشوفوا، غنبداو اول حاجه بالبوماده ديال الزغب. غادي نحيدو الموستاج هو الاول. اوكي، غادي نحيدو الخيط الموستاج كما كتشوفوا. حنا كنديرو البوماده دابا باش نحيدو ندهنو يدينا باش داك البوماده تدخل مزيان في الزغب، ولا حتى كاينش الزغب حتى تنشف شي شويه. دون هذيك البوماده واحد 4 دقائق بحال هكا، كل جوج دقائق نصوت عليها باش ديك البوماده تكرم، باش تحيد ليا الموستاج. انا ما عنديش موستاج، ولكن ها كنقول لك كان شي زغب ولا شي حاجه. زهري ديرها عمري، سمحي لي نديك الامارات. كما كتشوفوا حنا كنديروا البوماده دابا. عمري اوكي البنات، انا نحرق نسلي فات نديك الامارات. كما كتشوفوا هذا واحد الكريم، غادي نديرو فوق حيت ديك البوماده كتحرق. نديرو فوق ديك البوماده اللي كتحيد الزب. مسحنا البوماده، ولكن غنديروا الكريم باش ديك المنطقه ما تكونش ليا حمراء. عمري سمحيلي نديك الامارات تيجي كلاميره. المهم خوت، كما كتشوفوا دابا غادي نمسح. اوكي، كما كتشوفوا دابا غنحط راسي الحجبان من الاولين. كما كتشوفوا دابا غادي نمسح الكريم، بعد غادي ندير بوماده من الفوق. انتم شوفوا، انتم شوفوا الطريقه مزيان باش تعند راسي الحجبان بحال هذيك الطريقه. تسناو كما كتشوفوا دابا كان راسي في الحجبان بحال هكا. صراحه مكره الشعر طوال. عندي هنا الزيت، هذا زيت العود، زيت اركان. نمشيو على ديك الطريقه العود. غادي نمسح بها ونشطوا الحجبان بحال هكا بديك النشطه. ايوا صافي، تبعوا معايا الطريقه. غنخدم نشطو عاوتاني الجهه الاخرى بحال الاخرى. زيت الاركان نمسح بها وجهي مزيان. صافي، تسناو تشوفوا الطريقه ديال الحجبان. اوكي لي فان ديالي، ما تنساوش ديروا لي اللايكات والبارطاج وقبلوا عليا، حيت نتوما كتعرفوا دابا رمضان ما نقدر نسافر، ما نقدر ندير حتى شي حاجه. قبلوا على ما وجد، وابخي ملي غيفوت رمضان غادي نخرج معاكم، غادي نسافروا، غادي نوريكم بزاف د الحوايج. المهم غادي ندير هذا كونسيلر ولا معرف شنو تحت العينين. هاهو غنديروه تحت العينين، شتوه؟ ها هو هذا، غنديروه تحت العينين. يا ربي فوق العينين. هانتوما سيروا معايا بطريقة تحت الحجبان بحال هكا. غندير تحت الحجبان بحال هكا، بقاو غادي مع الطريقة. خذ شوفوا، خاصني نشري الماكياج دابا. كندير لكم غير كنتي باني وصافي، بما شريت داكشي. نقول ما شوف شو غير المهم شي خصني نضعف. اوكي
متحكموش على الماكياج دابا حتى الاخر، حتى تشوفوه حتى الاخر. نديرو دابا تحت العينين باش نغطوها ديك الزروقه. ايوا دابا غنمشيو بديك البونجا نديرو داك الفونديشن، يعني فوندو تان، وغادي نتبعو الطريقة عاوتاني نعاودو نزيدو كونسيلر من تحت العينين. اوكي البنات نغطيو بزاف الحوايج دابا تحت العينين بحال هكا، تبعوا معنا الطريقة. تحت العينين بحال هكا باش نغطيو على الزروقة. ايوا بحال هكا. نديرو بودر تحت العينين فوق الحجبان، فوق عاوتاني الحجبان. دابا غادي نديرو تحديد الوجه، غادي نحددو الوجه بالماغو تحديد بحال هكا وبحال هكا عاوتاني نحدد النيف هنايا وديك الشحمه، هذا تحديد الوجه. غادي نحدد الوجه اوكي باش نبان ضعيفه من وجهي انتوما. تبعوا هذيك الطريقه تحديد الوجه صافي اوكي. غادي دابا غنديرو عاوتاني واحد اللون ديال الماغو فوق داك اللي درنا. انا كنصايب غير بيديا ما عنديش بانسوات مشاو ليا، المهم تبع يدين سرع الماكياج. هذا ماكياج خفيف. ندير بودر عاوتاني تحت العينين بحال هكا، ندير واحد القلم في عينيا ما كنكحلش، انا كندير قلم موف، القلم في الموف البنات. انتما انا درت القلم، دابا غناخد واحد اللون ازرق غادي نديرو تحت القلم اللي درنا. نتبعو على ديك الطريقه ديال العين باش نكبرو العين كما كتشوفو ريتاج. اوكي غادي نتبعو على العين ريتاج. ايوا صافي انتوما الخوت. دابا ريسيل غادي ندير ريسيل ديرو ريسيل. ماشي مشكل تنمسح هذيك اللعيبه، غادي نمسحها دابا. اوكي ميمتي دابا غادي نحتاجو الغوص باش نديرو في الحناك كيما كتشوفو. دابا غنديرو الغوص نحمرو الحنيكات، نديرو الغوص. اوكي نقبلو على ما وجد الخوت. هذا واحد الماكياج بسيط. دابا غنديرو العكر، غنديروه توا في الغوص. جو معايا
اوكي ده نديرها. اوكي خلاص. كما كتشوفوا دابا كنعكرو بالغاز. اوكي خلاص. صراحة ما كاش خفيف تخرجي به الزنقة وكل شيء، يعني ما كتيرش يعني تخرجي به العمل الخدمة، يعني ما انتم ما كتشوفوا الخوت. العكر هانتوما في الغوز. العينين ما خدمتوش مزيان على قبل المزروبة. صراحة غندير واحد العيبة بحال جوهرة، ولكن ممكن بلاش الخوت. لا لا بلاش، انتو مشوفو. اوكي شنو غندير شنو غندير، اجي نوريكم الطريقة. انا شوفو العكر نوريكم الطريقة كيفاش ديروه. بالنسبة للعينين راه درت داكشي خفيف، يعني ما كترتش الميك اب. صراحة كنت غندير هذا فونديشن زوين، كنت باغا نديرو ولكن نسيتو. زوين هذا بزاف، جني كادو من على برا، لكن بلاش الخوت ما غاديش نديرو. غير وريتكم كيفاش، راه زوين. جاني من هولندا الطيارة وجا عندي. المهم ايوا الخوت، غنحتاجو صابونة. غادي نفركو جي مزيان بهاد الصابونة. غنحتاجو الكيس كما كتشوفو، راه جايبة معايا الما وكل شي. وغنفركو جي مزيان، غندير ليه واحد الفركة عالمية. هانتوما شوفو، قبل ما نفركو غندير ليه الزيت عاد نغسلو بالصابونة، نمسح وجهي بعدا بلانجيت والزيت، وعاد غنشد ديك الصابونه وغنحك بها وجهي بلا تيمسحو الماكياج. واللول الناس يديروا الخطا تيجيو نيشان كيغسلوا وجههم، لا وجهك مسحيه بالزيت عاد غسليه بالصابون باش داك الماكياج كيتحيد. بقاو معايا تنحيدو هاد الماكياج كامل. واو عمرت وجهي بالماكياج. نحيد العكر، نحيد كل شيء. سنين وانا عايشة في مشاكلي، ولا حد داري بيها، وحكموا عليا من شكلي. زيدي فركي فركي فركي، غادي نفرك مزيان بحال هكا. غادي نفرك وجهي مزيان. صراحة سخفت، وليت دغيا كنسخف. دابا شوفوا هي الصابونة، ها هو الما جاتو معايا. هانتوما شوفوا، دابا غنفرك بديك الصابونة وجهي. صابون الحجرة معروف مزيان الوجه. صافي غادي ندير صابون الحجرة بحال هكاك الخوت. فركي فركي فركي. هانتوما شوفو، هو الكيس جايبة معايا الماتريال، هو الكيس. دابا غندير نفرك، نفرك في وجهي مزيان. شتي غنحك مزيان، نحيد داك الماكياج كله. هانتوما شوفو، شتي فرك 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 فرك. نحيد الماكياج من وجهي بصابون الحجرة، لن تستعملوا كثيرا. صافي غادي نمسح دابا. نتوما كتشوفوا غادي نمسح وجهي مزيان بحال هكا. شو غادي صافي دابا راني غسلت وجهي، غادي نشفو. هانتوما شوفوا، صراحة وليت كنحس بوجهي خفيف دابا. اجيو معايا شوفوا شوفوا النقاء، فركت وجهي مزيان.
صراحة أحسن حاجة بلا ماكياج، شكون اللي حسن؟ كتبوا لي في كومنتارات بالماكياج ولا بلاش، كتبوا لي في كومنتارات شكون اللي حسن ندير الماكياج ولا بلاش. أنا كيجيني راسي بلاش، لأن فاش كندير الماكياج نولي باترونة. المهم دهنت وجهي بالزيت ودهنت شعري صافي ارتاحيت. دابا غندير شوف وجهي كيفاش صافي، كيفاش حكيته مزيان. هادو راه كورة، هادوك اللي وريتكم راه كورة. هادو غادي نعكر بهذا، هذا بحال مرطب كنديرو الناس به. صافي هانتوما شتو النقاء والصفاء. ايوا هادشي اللي كاين اخوت، كنتمنى انكم تقبلوا عليا وطلعوا عليا القناه، ديروا لي لايكات وابوني وجيم وشكرا اخوت. شوفوا يعني ما دايره لا ماكياج لا والو، شوفوا يعني ما دايرهش الماكياج، مسحتو. شوفوا وجهي كي داير، عندي واحد عندي الهالات السوداء، ولكن بشوية غادي نحيد، خصني غير نعس مزيان. المهم خوت تحت عيني نقي، كلشي نقي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ندير الزيت لوجهي وتندهنو. انا وليت انا لابوءة، انا اسد. صافي غنبرد يديا، هذا راه مبرد، غادي نبرد يدي شو ونمقص، غادي نقطع ضفاري ونبردهم. ما غندير لا صباع ولا حتى حاجه، غير نبرد صباعي ضفاري ونقطعهم ونخليهم نقيين. صراحه ما كيعجبنيش ندير الماكياج، ما كيعجبنيش نصبغ ضفاري، ما كيعجبني ندير والو، يعني كنجلس على طبيعتي البنات. غادي نوريكم كيفاش يديا نقيين، ما فيهم لا صباغه لا والو، وجهي حيدت منه الماكياج. هانتوما نوريكم يديا، هانتوما شوفوا يديا، شوفوا ضفيراتي كي دايرين الخوت نقيين، شو ما كاين لا صباغه لا والو. ايوا هادشي اللي كاين، متنساوش الخوت ديرو لي لايكات ابوني وجيم، قبلوا على ما وجد، وفي فيديو جديد قناتي. عندي تقوبات الزين نغني ليكم. سافر وخلاني خلاني راح عني ونساني مظلومة، خلاني راح عني ونساني مظلومة، أنا مظلومة، أنا مظلومة، هو ظلمني يا ظلمني يا حجار، أنت حجار، أنت حجار. إيوا كنتمنى أن هذا الشيء يعجبكم. Thank you so much. وأنا اللي عطيته شعري وحتى قرعوا ليا جوج ما قالها ليا حلفات عن بالي. شوفت قبض السين اختي، موت وموت والمسمومات، واموت واموت ياللي دوا فيا، رميتوني في العوافي وربي فاجاه عليا، واموت واموت ياللي دوا فيا، رميتوني في العوافي وربي فاجاه عليا. يلا تلاحوا العديان مش الاحباب، عدياني عدياني موتوا بالسم، نفقصكم اللي ما قتلت اللي ما فقصتو نقتلو. موتوا بالسم، موتوا 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 بالسم، موتوا يا المدلولات، موتوا دوك اللي كيسبوني، موتوا باغي يديكم، موتوا موتوا موتوا، هاملين تدخلوا هاملين تخرجوا، تلاحوا.